عزيز جبيلو رئيس جمعية المشعل المسرحي والتنشيط الثقافي، في إطار فعالية النسخة الثامنة من مهرجان ألوان اليوسفية للثقافة والفنون، وضمن افتتاح الملتقى الأول للصناعة التقليدية، صراحة كنتوجه بالشكر إلى كل الشركاء الفاعلين والرسميين على الدعم ديالهم والثقة ديالهم في الجمعية. صراحة لا يسعني إلا أن أشكر كل المشاركين وكل التعاونيات اللي شاركت معنا في هذا المعرض، خصوصا أن هناك إكراهات كبيرة وإكراهات اللي واجهتنا في تنظيم أو إخراج هذا المولود لأرض الوجود، مع الإقصاء التام لإقليم اليوسفية من تنظيم معارض اللي تكون فيهم الجهة ولا كذلك الناس المسؤولين على الصناعة. كنحاولوا نشوفوا واحد التحيز كبير اللي كتعرفوا مدينه اليوسفيه ومدينه بن قرير ولا القلعه، كنشوفوا السيطره او الهيمنه، اربع معارض كاين مراكش واسفي والصويره. اليوسفيه فاش بغينا حنا ننظموا هذه المعارض كانت اكراهات كبيره 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 اللي ما تحش لنا الفرصه باش نهضروا عليها دابا، يكون لنا لقاء، واللي تجلات في عده مشاكل حتى الان وباكين مشاكل كبيره. صراحة فالبرنامج إن شاء الله غني عن التعريف وغني بفقراته بالأشياء اللي غادي على المستوى المسرحي وكذلك على المسابقات الفنية والإبداعية ديال المواهب الشباب ديال مدينة اليوسفية وكذلك المدن المغربية، قرية للأطفال اللي غادي تعرف عدة ألعاب مطاطية والنقش بالحناء وكذلك فضاء اللي غيكون مفتوح لكل الأسر وكل الأطفال. وشكرا لكل المنابر الإعلامية التي قامت بتغطية هذا الحدث. السلام عليكم، معكم أميمة قصومي من مدينة فاس، صانعة تقليدية من مدينة فاس. حنايا اليوم جينا للمعرض ديال اليوسفية اللي تلقينا ترحيب زوين من الأستاذة حياة والناس بزاف أصدقاء هنايا، شكرا لهم وشكرا للناس ديال مدينة اليوسفية. الإنتاج ديال الصناعة التقليدية بصفة عامة، خياطة، طرز، نبات، راندا، جميع انواع بالاثمنه، اثمنه جد مناسبه. يعني حنا هنايا في هذا المعرض هذا كدايرين ثمن مزيان، يعني باش ياخذ اللي عنده واللي ما عندوش. الفلاحيه الانوار لتربيه النحل وانتاج العسل ومشتقاته، كتوفر التعاونيه ديالنا على انواع العسل كامله، منها عسل السدر، عسل الدغموس، عسل اعشاب الجبال، الليمون، الكاليبتوس الى غير ذلك. الاثمنه جد مناسبه في متناول الجميع، عندنا الرابعه ونص كيلو والكيلو على حساب القدره الشرائيه ديال الزبون. التعاونيه ديالنا هي اول تعاونيه حاصله على شهاده السلامه الصحيه في جهه مراكش اسفي، وحاصله كذلك على عده جوائز محليا ودوليا، من بينها الميدالية الذهبية في تذويق العسل ديال كل نوع، حاصل على التيغواغ دو ماروك. التعاونية الفلاحية كتضم مجموعة من الشباب، من بينهم نساء ومن بينهم نساء من ذوي الاحتياجات الخاصة. عندنا بزاف ديال الشباب اللي انضموا للتعاونية وعجبهم المشروع وزدنا به القدام. عندنا عسل الدغموس، أعشاب الجبال، الكاليبتوس، تسننت الزعتر، عندنا صابون طبيعي والشمع اللي هو كنستخلصوه من الشمع ديال النحل اللي كنديروا ليه لا غوسيكلاج وكنخرجوا منه صابون طبيعي. كنبغي نشكر هذا الحفل اللي كان اليوم، هذه السهره جميله، وكنشكر كاع الناس اللي خدموا فيه ووقفوا في هذا المجهود كامل، وهذا هو رايي وشكرا. سمحوا لينا بزاف لا قلنا شي حاجه قليله في حقكم وصافي.
لا ثاني مرة تنظم عندنا في مدينة اليوسفية، وإن شاء الله بغينا نشوفوا شي حاجة ما أحسن. بحال الموسمات ما بقاوش، شحال من حاجة ما بقاش، وكن بغيناش نطولوا حاجة. راه داكشي اللي في قلوبنا راه لا إله إلا الله. والله شاف بحال هكذا كنحسوا بحال بدلنا الجو بزاف، والله بحال خرجنا من شي منطقه كنا فيها لداخل. السلام عليكم ورحمه الله. عبد السميح المجاري، رئيس تعاونيه خيرات بني ملال المنتوجات المجاريه والصناعه التقليديه. كممثل التعاونيه انا جد سعيد بالمشاركه في المهرجان ديال مدينه اليوسفيه، والشكر موصول لجميع المنظمين المتدخلين اللي سهروا على انجاح هذا الحفل الرائع، وان شاء الله نكونوا عند حسن تطلعات الساكنه ديال اليوسفيه بالمنتوجات ديال منطقه بني ملال اللي كتعرف زيت الزيتون والزيتون والتوابل بجميع انواعها والكسكسو بجميع انواعه والمنتوجات المجاريه الحمد لله لان المنطقه غنيه. وكنشكروا عماله اليوسفيه على هذه الاستضافه ان شاء الله، ونشرفوا الجهه ديالنا والمغرب ديالنا وبالاتحاد غادي نجحوا جميعا. شكرا. We'll be right back.